المختلف في هذه الدورة؟ المحافظات أكثر بقى، المحافظات اللي شاركت في الدورة الثانية؟ المحافظات الحقيقة كل محافظات مصر شاركت. خليني أقول لحضرتك مثلا إنه غير طبعا القاهرة والجيزة تعتبرهم هم يعني الأكثر عادة أعدادا في التقدم، عندنا دمياط الحقيقة كانت بارزة جدا هذا العام، عندنا أسيوط. يعني إحنا القايمة المحافظات الخمس الأولى كانت القاهرة ودمياط والجيزة والإسكندرية وأسيوط، وأسيوط أيضا لافت جدا إنه نتحدث عن مواهب في الصعيد. ربما البعض بيظن إنه هذه المناطق بعيدة عن الفنون، بعيدة عن الآداب، بعيدة عن الثقافة بصفة عامة، لكن الحقيقة كل مرة بيثبت العكس، بيثبت أنه الأطفال موجودون والمواهب موجودة، القدرات موجودة. فالأرقام الحقيقة لا تكذب، وأنا ذكرت لحضرتك طبعا التوب فايفز يعني زي ما بنقول، لكن المشاركات كانت من كل محافظات مصر دون استثناء، لم تغب محافظة واحدة أو إقليم واحد عن التقدم للجائزة في كافة الفروع.